فواتير الكهرباء عادة ما ينزعج منها المستهلك إذا كانت مرتفعة، خصوصاً إذا حاول أن يقلل من استهلاكه للطاقة. لكن كيف يستطيع أن يقيس ما استخدمه في فترة محددة إذا لم توجد طريقة قياس؟ هذه المشكلة عمل على حلها محمد الوشاحي. اسمي محمد بن عبد الله الوشاحي، طالب بجامعة السلطان قابوس بكلية الهندسة، تخصص هندسة الكهرباء والحاسب الآلي. مشروعي عبارة عن سمارت ميتر، وهو عبارة عن تطبيق للهواتف الذكية بحيث يقيس أو يحسب استهلاك الطاقة، وينقسم إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول اللي هو الهاردوير، بحيث أنه هذا الجزء يركب في العداد ويقيس مستوى استهلاك الطاقة. الجزء الثاني هي عبارة عن قاعدة البيانات اللي تستقبل كمية استهلاك الطاقة، من ثم تقوم بإرسالها للجزء الثالث اللي هو التطبيق اللي يظهر للمستخدم استهلاكه للطاقة بالكيلو وات أور وأيضاً بالريال العماني. الآن بننتقل إلى آلية العمل ونستعرض بعض الصور للتطبيق والواجهات اللي تكون في التطبيق. طبعاً الواجهة الأولى للتطبيق يعرض فيها اسم المستخدم والباسورد، بعدها يدخل للصفحة الرئيسية ويظهر له النقاط في كل خانة يريدها. فمثلا الخانة الأولى تظهر لك الأكاونت ديتيلز، وتظهر فيها الاسم وفي أي ولاية، صندوق البريد ورقم الحساب، نوع التعرفة سواء إذا كانت سكني تجاري أو صناعي، الإيميل المستخدم ورقم الهاتف وأيضا رقم العداد. في الواجهة الثانية تظهر لك الباور كونسمشن اللي هي استهلاك الطاقة، فالخانة اللي فوق يظهر لنا التاريخ، وبعدها بإمكاننا نحدد الفترة اللي نريد نظهر فيها استهلاك الطاقة. على سبيل المثال الفترة الأولى من الساعة 12 إلى الساعة 4، فبإمكاني أظهر كم استهلاكي بالطاقة بالكيلو وات أور وأيضا بالريال العماني. الميزة الأخرى في هذه النافذة أنه بإمكان المستخدم أنه يحدد كم الاستهلاك اللي هو يريده. على سبيل المثال يريده يستهلك لحد 50 ريال، فهنا بيوصل تنبيه لما يوصل مثلا 70% 90% أنك وصلت للمستوى هذا. في النافذة الثالثة تطلع لك الهيستوري، فبإمكانك تطلع على استهلاكك للطاقة خلال الفترات الماضية سواء كانت بالأشهر أو الأسابيع. بدأنا عمل بالمشروع، الخطوة الأولى كانت البحث عن السنسر المناسب اللي يمكنني من قياس الطاقة، فحصلنا على هذا السنسر اللي هو اليوكتوات سنسر. بعدها بدأنا ببرمجة هذا السنسر على أساس أنه يحسب لي أو يقيس لي مستوى استهلاك الطاقة. الجزء الثاني كان اللي هي عبارة عن التطبيق، وكيف ممكن أن نعرض التطبيق للمستخدم بصورة سهلة وسلسة في التعامل، وتظهر له على المستويات اللي يحس المستخدم أنها أنسب له. وفي الوقت ذاته تمكن المستخدم من تحديد ليمت معين لاستهلاكه في الطاقة. الصعوبات اللي واجهناها في المشروع هي اختيار المستشعر الإلكتروني المناسب للقيام بهذه العملية، وأيضا ضبط جودة ودقة قراءة المستشعر بحيث أنه يعكس الاستهلاك الفعلي والصحيح للطاقة. وفي الأخير كيف نقوم بإرسال هذه البيانات من المستشعر إلى التطبيق وعرضها للمستخدم بصورة سهلة وواضحة. طموحاتنا المستقبلية في المرحلة المقبلة أنه بعد الانتهاء من التطوير الفعلي الكامل للمشروع، أن تكون شركات الكهرباء والمستهلكين جزء من نجاح هذا المشروع. يختلف تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية المواد حسب نوعيتها وتعبئتها، ويعتبر التسمم الغذائي من أهم مخاطر تناول مواد منتهية الصلاحية. مع تكرار هذه المشكلة، حاول فريق بقاء ابتكار جهاز يكشف انتهاء المواد بطرق مختلفة، ويقوم بتنبيه المستهلك قبل انتهاء هذه المواد. أنا طالب ريهام مسعود المقبالي من جامعة سلطان قابوس. اليوم بتكلم عن شركة بقاء الطلابية.
هي شركة أسست في عام 2015 من قبل طلاب من جامعة السلطان قابوس. بداية الشركة كانت انطلاقاً من مسابقة إنجاز عمان. تتكون الشركة من مجموعة من الأعضاء طلاب من مختلف الكليات بجامعة سلطان قابوس. تهدف شركة بقاء الطلابية في نشر وعي بأهمية الصحة المستخدم والمواطن في أن يقوم بفحص المنتجات قبل ما تنتهي بفترة. جهاز شركة بقاء الطلابية هو جهاز منشن، يتكون من تطبيق وهاردوير. يخدم الجهاز في تنبيه المستخدم قبل ما ينتهي المنتج بفترة، مع وجود خاصية استشعار درجة الحرارة والضغط والرطوبة، بحيث يرسل رسالة إلى المستخدم قبل ما ينتهي المنتج بفترة. يخدم جهاز منشن العديد من الفئات المجتمع، منها المستشفيات والصيدليات والمراكز التجارية والمختبرات العلمية وحتى المنازل. جهاز منشن هو عبارة عن تطبيق يقوم المستخدم بإدخال نوع المادة الغذائية مثلا في التطبيق، ويحدد تاريخ الانتهاء اللي يريده يوصل التنبيه قبل ما ينتهي، هل عن طريق SMS أو عن طريق الإيميل أو إظهار إشعارات في نفس الجهاز اللي حمل فيه التطبيق. أما بالنسبة للجهاز الهاردوير، هو عبارة عن حساسات يتحسس إذا صار تغير في درجة الحرارة أو الضغط أو الرطوبة، فيرسل رسالة SMS للفني الموجود في المختبر العلمي. من مميزاته أيضاً أنه يقوم بإرسال رسالة نصية للشخص الموجود في المختبر. أيضاً من مميزاته أنه سهل الاستخدام وسهل الحمل، وسعة التطبيق سعة قليلة جداً. من الصعوبات التي واجهت شركة بقاء هي التوافق بين الدراسة والفريق، حيث كانت في صعوبة كبيرة في ترتيب الفترة الزمنية اللي ممكن يلتقي فيها الفريق. أيضا من الصعوبات إن في عدد الأعضاء الموجودة في الفريق عدد قليل. أيضا من الصعوبات هي يعني عدم توفر الدعم المادي في الإتمام عمل الشركة. أيضا من الصعوبات في جهاز منشن هو ارتفاع أسعار قطع جهاز منشن وصعوبة إيجادها من الجهات الموثوقة التي تبيع هذه القطع. شاركت شركة بقاء في الكثير من المسابقات والملتقيات العلمية، منها مسابقة إنجاز عمان والملتقى العلمي الرابع الآسيوي، كذلك الآن شاركنا في مسابقة استدام ونماء. هذه المجموعة من المسابقات والملتقيات اللي تشارك فيها الشركة أعطتنا دافع كبير في الاستمرارية، وأعطتنا جو من الروح التنافس والابتكار وتطوير الجهاز أكثر وأكثر. تهدف شركة بقاء الطلابية أن يكون جهاز منشن مستخدم في جميع المراكز التجارية والمختبرات العلمية والمستشفيات والصيدليات للحفاظ على سلامة المستخدم والمجتمع بشكل عام. المتجددة هي الطاقة المستدامة غير التقليدية التي يتم الحصول عليها من الطبيعة. هي طاقة لا تنفذ ولا تنضب مع استخدام الإنسان لها، والشمس هي أكبر مصدر حراري على كوكب الأرض، والاستفادة منها لا يتوقف عند حد. من هذا المنطلق ابتكر خاطب مشروعه المعتمد على طاقة الشمس في محاولة لحل مشكلة عدم وجود محطات تعبئة الوقود في المناطق البعيدة والطرق السريعة. اسمي خاطب إبراهيم بلوشي، طالب هندسة عمليات
مشروعي هو محطة تعبئة الوقود بالطاقة الشمسية. جاءت فكرة المشروع بسبب عدم وجود محطات تعبئة الوقود على طرقاتنا سريعة ومناطق بعيدة عن الخدمات لتوفير قيمة الأسلاك لتوصيل الكهرباء. من مميزات المحطة أنها مصدر طاقة متجدد ومستمر، وهي طاقة نظيفة غير مضرة بالبيئة، وهي حل مشكلة صعوبة وجود محطات مناطق النائية. ومحطة قابلة للتطوير وإضافة مميزات جديدة في حال دخول مركبات تعمل بالطاقة الكهربائية في السلطنة. بالنسبة للمشاركات، شاركت جائزة رؤية لمبادرات الشباب وحصلت على المركز الرابع. طموحي أن يرى المشروع يطبق على أرض الواقع، وأن تكون المحطة مصدر مصادر الطاقة المستمرة وتسهم في حل مشكلة قلة مصادر الطاقة في السلطنة. عند حدوث الحرائق أو انبعاث الغازات السامة في بعض الأماكن، خصوصاً الأماكن الضيقة، يضطر الأشخاص العاملين في مجال الإنقاذ للدخول لأماكن خطرة، وذلك لاستكشاف المكان والتأكد من وجود أشخاص على قيد الحياة. هذه الخطوة تعتبر مخاطرة كبيرة قد يدفع ثمنها حياته، فكم من المناسب أن يستبدل الإنسان بالروبوت الذكي للقيام بهذه المهمة. معكم مهاجرة الغيلانية، بقدم مشروع تخرجي اللي هو الفويس كنترول روبوت، تحكم بالروبوت عن طريق الصوت. استخدام مشروعنا اللي هو في الأماكن الضيقة التي يصعب للإنسان الوصول إليها، أيضا في الأماكن التي تبعث غازات ضارة التي تضر بجسم الإنسان، في الأماكن التي ترتفع فيها نسبة الحرائق، فاستبدلنا الإنسان بالروبوت ليكشف ما في المكان. آلية عمل الجهاز ينقسم عندنا الجهاز اللي هو السوفتوير اللي هو التطبيق يكون في الهاتف، والهاردوير اللي هو الجهاز المبين عندنا. ففي الهاتف عندنا عدة أزرار، الزر الأول اللي هو زر الكونكت تكون اللي هو كونكت ما بين الجهاز وما بين الروبوت نفسه عن طريق البلوتوث. وعندنا أيضا عدة أزرار اللي هو الأوامر اللي أنا أريد أصدرها للروبوت، مثل عندنا اللي هو الجو والستوب والكم والليفت والرايت وغيرها من الأزرار. أما بالنسبة للهاردوير، واجهة الجهاز اللي هي عندنا السنسرات، معنا ثلاث سنسرات اللي هو الألتراسونيك سنسر، تمبريتشر سنسر، والسموك أند غاز سنسر. الألتراسونيك سنسر اللي هو يقيس المسافة ما بين إذا كان أي عائق يعيق حركة الروبوت، فدايركت الروبوت يتوقف ويرجع للخلف مسافة 5 سنتي إذا كانت المسافة أقل من 15 سنتيمتر. بعدين أقدر أرجع أصدر الأوامر للروبوت. السنسر الثاني اللي هو temperature sensor، إذا ارتفعت معنا درجة الحرارة أكثر من 25 درجة سيليزية فدايركت يرسل إشارة للتليفون، وأيضا يصدر اللي هو جهاز إنذار يعلم الأشخاص الموجودين في المحيط بأن درجة الحرارة مرتفعة فلازم يخلو المكان. السنسر الثالث اللي هو الغاز اند سموك سنسر، يقيس لنا نسبة الغازات والدخان الموجودة في المكان. أيضا السنسر يقيس لنا غازات محددة مثل غاز الطبخ وغاز الميثانول، فإذا ارتفعت نسبة الغازات عن الحد المعلوم أو الدخان فإنه يرسل إشارة دايركت للتليفون. أيضا يقوم بإصدار إنذار يعلم الأشخاص الموجودين بأنه يجب إخلاء المكان لوجود نسبة غازات مرتفعة أو دخان مرتفع يضر بهم.
بعد ما وضعت التصور النهائي للمشروع قمنا بتجميع القطع من مواقع إلكترونية، وبمساعدة مشرف المشروع قمنا بتركيب هذه القطع، وتم برمجة المشروع للوظائف التي صمم لها. الصعوبات التي واجهتنا في إعداد المشروع: وصول القطع كان يحتاج وقت طويل، أيضا لحام السنسرات كان يحتاج دقة عالية، والبرمجات بما أنه خارج عن تخصصنا فاستعنا بطلاب البرمجة لفهم طريقة البرمجة وإعداد البرمجة الخاصة بالروبوت. أطمح أن يدخل المشروع في مرحلة التصنيع الفعلي وتوزيعه في النطاقات التي من المفترض وجوده فيها.